اسبوعين. اليوم وقتنا كنت بث مباشر بتويتش، وايت عدنان تحدوني تحدي اني افوز بثري، وكان معي عز وعدول تحدوني على 100 دولار اني افوز بالكيف. لا تنسى اللايك والسبسكرايب، نبي نوصل 3000 لايك في المقطع. مع السلامة. فين نزلتي طيبة؟ هذا عدول عندك. ده عطيتك راكس. مو ذا اسكت راكس برضو. تكم؟ ما جت راح. لا حد يخش عليهم قدامي. حد يهجم. راح. ما جت راح. ولا. أملنا مام لا تخسر، ما يمديك أخذ قفازة ما يصير يمديك، عشان لو كسروا عليك. لا عشان لو بنا وايد أول ما يكسرون عليه بس يموت، يعني يحط القفازة وخلاص يعني يطير. بس الحين يا شو اسمك عز هلا ابني على كيفك. ها معك القفازة، أول ما يكسر عليك حطها نص اكس اكس دبل اكس. هذا صوت يعرف ايش يسوي. هذا سوي نفس كومبيوتر ما شافته. زومبي يمديك بس يتربص. لا هذا صوت مودي. شو اللي يطير؟ اكس دبل اكس.
بعدين طحت لو طحت طيحات ابني على كيف كيفك. متين ها؟ موت. عندك مات ابني روح فوق 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 خليك تكسر عليك حطها وروح سوي له فلك فلك. نمت لا كسر الشرا كسر الشرا. سيارة اخذ سيارة ما يقدر يطقك يب 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 ارتو ارتو اسرع 20 لا املك الوحيد ان املك الوحيد ان تطير بالضفادع هذا الامل الوحيد ان لا ماكو شيء لازم تطير لو تتسجل يا عمري يا عمري ضربك رجال رجال ورب المصحف رجال عبالك ما قصرتوا شكرا شكرا واحد واحد شكرا على يعني فعالياتكم اللي بالبث يعني والله الصدق الصدق انك يعني سويتوا فعاليات بالبث والله صدق خليتوا الناس يتحمسون وتوتر الله يسعدكم جميعا عدنان تيم الله يسعدكم.